ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 حسنى من أخفاها دخل الجنة؟ معناها من حفظها وعمل بما تقتضيه دخل الجنة. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: زاد الوليد بن مسلم سرد الأسماء إلى 99، ولكن هذا السبب أنكره العلماء وقالوا لا يثبت. الثابت هو ما ذكرته، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة.